قريباً سطت الشبكة ADSL في ترنتينو إلى كل المساكن والشركات أو الفنادق، فقد أجازت الحكومة في المقاطعة قراراً يصدق بمبلغ 8.4 مليون يورو لتغطية المناطق بشبكة ADSL في كل أنحاء المقاطعة. حالياً هناك جزء قليل من المناطق يحظى بتغطية خدمات الاتصال التي حمولتها 20 ميجا بايت، وسيتم طرح التمويل في هذا المشروع عن طريق عطاء باستطاعة وكلاء الشركات الهاتفية الثابتة أو الجوالة التنافس عليه. وبعد إنشاء شبكة الواي فاي وفي انتظار الألياف الضوئية، تواصل الحكومة المقاطعة عملية تحديث البنية التحتية في المقاطعة وتقوية الاتصال عبر الإنترنت، ويشترط في العطاء أن يتم تكملة المشروع خلال فترة لا تتعدى 30 شهراً. للخروج من نفق الأزمة والاتجاه نحو عودة المياه إلى مجاريها، فإنه يجب على الشركات الترنتينية أن تتجدد وأن تنفتح نحو الأسواق العالمية. جاء ذلك ضمن دراسة قدمها بنك ترنتو وبلزانو وأجرته منظمة نورديست، ووضع البنك المذكور مبلغ قدره 200 مليون يورو من أجل ذلك، ويهدف إلى إجراء سلسلة من العمليات والاستثمار في مجالات استراتيجية للرقي بالقدرة التنافسية في إقليم ترنتينو ألتو أديجي. أهم ما يرمي إليه المشروع هو تطوير المؤسسات الصناعية وتحديثها وكذلك تدويلها. سوف تكون هناك خلال شهر يناير القادم تخفيض في ميزانية بلدية مدينة ترنتو، ويتوقف الأمر على ميثاق الاستقرار الذي تتضمنه الميزانية المالية الوطنية القادمة. وعبر عمدة المدينة أليساندرو أندرياتا عن قلقه حيال تخفيض ميزانية إدارته، وتحتوي الميزانية الوطنية الإيطالية على أن تشارك البلديات في ميثاق الاستقرار الذي يخطط لتخصيص 38 مليون يورو لهذا الهدف. وبالاختلاف عن بقية بلديات إيطاليا التي تحول الميزانية الوطنية إليها أموالاً، فقد وقعت بلدية مدينة ترنتو عهد الاستقرار مع الحكومة المحلية في المقاطعة، وعليه فإنه ستضطر إدارة بلدية ترنتو إلى عمل تعديل في ميزانيتها خلال الأشهر الأولى للعام 11 و2000. احتفلت الجالية المسلمة في ترنتينو ألتو أديجي خلال الأيام الماضية بعيد الأضحى المبارك، ونعلم أن الأضحية هي العيد الكبير لدى جميع مسلمي العالم، وهي تذكير وتخليد لتضحية سيدنا إبراهيم عليه السلام وطاعته التامة لله سبحانه وتعالى، حيث امتثل لأمر ربه ساعيا إلى التضحية بروح ابنه إسماعيل. وتتمثل المناسبة العظيمة في التضحية بذبح الخراف التي يقسم لحمها بين الأهل والأصدقاء والمحتاجين. مع اقتراب شهر ديسمبر، تستعد مدينة ترنتو إلى الاحتفاء بعيد ميلاد المسيح المجيد، وستضاء المدينة بالإنارات المزينة والباعة المتجولين في مراكز الأسواق المخصصة وحفلات متعددة، وكذلك جوقات أهل الجبال الموسيقية في صباح أيام الأحد ومساحات لألعاب الأطفال، وكذلك أسواق خاصة لمنظمات التطوع والتضامن، وتذوق الأطعمة التقليدية في المقاطعة. كما ستكون هناك مساحة للاحتفاء خاصة في ساحة بياتسا دوومو. ومنذ الأول من شهر ديسمبر وحتى 24 منهم سيضاء حائط مبنى بريتوريو برزنامة من الاحتفالات المبرمجة. وكما سيتم أيضا الاحتفاء برأس السنة الميلادية في ساحة وسط المدينة ببياتسا دوومو. 479 ألف مركد مقابل عدد سكان يبلغ 525 ألف نسمة. هذه هي الأرقام المهمة التي تصور الوضع السياحي في ترنتينو الذي يعج بالعديد من الفنادق، وتتزايد فيه حاليا الفنادق الصغيرة أو ما يطلق عليه قطاع ما بعد الفندقة، ونعني هنا نظام البيد أند بريكفاست أو بالأحرى الاستضافة في منزل عائلة وتقديم وجبة إفطار صباحي غنية. ويلاحظ أن هذا النظام يحظى كثيرا بازدياد الطلب من قبل السواح، وتوضح الإحصائيات أن زيادة في عدد أماكن هذه الفندقة المتخصصة قد بلغ 172 منزلا حتى الوقت الراهن مقابل 23 منزلا خلال العام 2000. ولوحظ أن الزيادة الأكبر تمركزت في منطقة فالا غارينا، ويبلغ متوسط سعر الليلة الواحدة في البيد أند بريكفاست 30 يورو لليلة.